اه ده الكلام المظبوط صحيح، ما يجيبها الا. لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقة، قصدي الست شقق، تروح على رجليها. ايوه قول كده بقى، انت كنت راميني طعم كبش في ده، نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. ده انا ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفسي المعلم ابو سنه يقدر الدماغ اللي احنا بعتناه. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شو، عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي. من الاخر ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سنه، خلينا نسمع الراجل. وانت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه. افندينا خلاص هياخد الاستماره الصح، لانه حط رجله في عيش الضبابيه وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودره، ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحبايه. صدق عليهم كل البيبان يا معلم ابو سنه، عمل خلطة براني وختمها باسمه، وبقت الحنفية في ايده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلنا له بتاع الست شوق، والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفة وانا داخلة عندهم؟ مفك تاني ايه ولا مؤاخذة يا ست شوق؟ قفشت افندينا مع انتهي مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مستوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفيلا. يعني عرفت هي مين؟ ازاي تخش عليا الاوضه بالطريقه دي؟ والنبي ما عارفه اقول لك ايه يا ست مطر، انا راكبه عماله اتخبط في رجلي. في ايه؟ جيت اخرج من البيت لقيت واحد بيقول لي ممنوع الخروج بامر من المعلم، ببص من الشباك لقيت الرجاله محوطه البيت من كل ناحيه زي ما يكونوا حابسنا. جيت اقول لك جري. حابسنا؟ هو في ايه يا ست مطر؟